السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم. الفيديو ديالنا ديال اليوم الإخوان غادي نهضروا فيه على الصيانة ديال السيارة اللي كتكون على ثلاثة ديال المرات أو كتكون في كل عام. هاد الصيانة هادي فوقاش خصني نديرها، وشحال ديال الكيلومتراج اللي خصني نضرب باش ندير هاد الصيانة هادي، وإلى آخره، وشنو هما البياس اللي خصني نبدلهم، وشنو هما البياس اللي ما خصنيش نبدلهم، وإلى آخره. بقاو معنا في هاد الفيديو هذا باش تعرفوا على كل شيء بلي ديطاي ديالو. أول حاجة الإخوان، أجيو نتعرفوا على المواسم ديال الصيانة شحال كيكونوا. العام كيكونوا فيه جوج ديال الصيانات، كتكون الصيانة ديال البرد وكتكون الصيانة ديال الصيف. الصيانة ديال البرد والصيانة ديال الصيف فهي معروفة، أما الصيانات الأخرى اللي كتكون كيكونوا ثلاثة ديال الصيانات، كتكون الصيانة ديال 60,000 كيلو، وكتكون الصيانة اللي بعدها ديال 120,000 كيلو، وكتكون الصيانة اللي بعدها ديال 220,000 كيلو. هاد ثلاثة ديال الصيانات هادو، كل صيانة وعندها الحوايج اللي خاصهم يتبدلوا. هاد الشيء اللي غنتعرفوا عليه دابا في هاد الفيديو. أول حاجة أجيو نتعرفوا على الصيانة الموسمية اللي كتكون في كل عام. الصيانة الموسمية اللي كتكون في كل عام بحال ديما ونفس لونتروتيان. مثلا دخل البرد، شنو كندير؟ كنركز على الثيرموستات، كنركز على الرقم ديال الزيت ديال البرد، كنركز على الماء ديال الدوره ديال التبريد، وكنركز على البوجيهات ديال الديزل ديال التسخين، وكنركز على البوجيهات ديال الاحتراق ديال البنزين. اما الصيانه ديال الصيف، غير كيوصل الصيف كتبدا تعطي الريحه ديال السخانه، شنو هي الصيانه اللي كنديرها؟ الصيانه اللي كنديرها كنديبوشي الرادياتور، كنبدل التيوات ديال الدوره ديال التبريد، كنبدل الثيرموستا، كنبدل الزيت، كندير الرقم ديال الصيف، والى اخره. هاد لونتروتيان هذا فهو كيكون سهل. اجيو دابا نتعرفوا على الصيانه ديال 60,000 كيلو وشنو كنبدل فيها. الصيانه ديال 60,000 كيلو، شنو هما الاشياء اللي خصني نبدلهم او الاشياء اللي خصني نقيهم؟ اول حاجه الشيء اللي خصني نبدلو هو كنبدل دائما الزيت ديال الموتور مع الفلتر ديال الزيت. ثاني حاجه اللي خصني نبدلها هي الكروا ديال لاشين، الكروا ديال ديستريبيسيون بها بالبوليات ديالها. ثالث حاجه اللي خصني نبدل هما البوجيات سواء ديال الديزل او ديال البنزين. ثالث حاجه اللي خصني نبدل هو الفلتر ديال الريح. رابع حاجه اللي خصني نبدل هو الفلتر سنترال ديال الوقود سواء ديال الديزل او ديال البنزين. ثالث حاجه اللي كنطلع عليها هما الديسكات ديال الفران، ورابع حاجه اللي كنطلع عليها هما البلاكيطات ديال الفران. هاد الاشياء هادو كاملين الا كانوا مشاو كندير ليهم واحد التغيير. اما الاشياء اللي كنقيهم وصافي، اول حاجه اللي عندي مسموح فيها نقيها مره واحده هما لي زانجيكتور في المده ديال 60,000 كيلو. كنقي لي زانجيكتور سواء ديال البنزين او ديال الديزل، وكنولي نرجعهم للمحرك. ثاني حاجه اللي كنقيها هي الريزيرفوار ديال الوقود، وكنقي الريزيرفوار ديال البومبا ديال الوقود، حيت البومبا اللي كتكون في الريزيرفوار كتكون مغطوسه في واحد البيدوزه ديالها، كنبدل ليها الفلتر ديالها، وكنقي حتى هذيك البومبا من الشوائب. هادو هما الاشياء اللي كنديرهم ملي السياره ديالي كتمشى واحد 60,000 كيلو. هذه هي الصيانه الصغرى اللي كنديرها. اجيو دابا نتعرفوا ملي السياره ديالي كنقطع بها واحد المسافه ديال 120,000 كيلو او 160,000 كيلو، شنو هما الاشياء او شنو هي الصيانه اللي خصني نديرها لهذه السياره؟ هنا الاخوان ركزوا معايا مزيان شنو غادي نقول لكم. اول حاجه اللي خصني نديرها، خصني نفكر انني نقي هذاك المحرك من الداخل، واخا نحيد ليه غير شويه ديال الترسبات
وشويه ديال الكربون. كاين واحد البرودويات كيتباعوا ما كينقيوش المحرك من الداخل 100%، ولكن غير هذاك الشيء السطحي كيمشي واحد شويه. اما ملي كنبغي ندير هذه الصيانه هذه كنحاول انني قبل ما ندير الصيانه كنديزاكتيفي الكاتاليزور. علاش كنديزاكتيفي الكاتاليزور؟ حيت هذوك السوائل يقدروا يخرجوا من محروقينش ويمشيوا ليا الكاتاليزور، عاود ما غادي نقي الكاتاليزور غادي نبوشيه وغادي نخلق مشكل لراسي. دائما كنديزاكتيفي الكاتاليزور، كنحيد ونحطو او كنحيد هذيك اللينيه ديال الاكزوست وكنركب واحد اللينيه ديال الاكزوست اللي هي عاديه بلا كاتاليزور وكندير هذه الخدمه. اول حاجه كنقي المحرك بالداخل بلي برودوي، يعني قلب المحرك لداخل، كندير شي برودويات في الريزيرفوار ديال الوقود باش كنقي المحرك من الداخل. ثاني حاجه كنقي المواسير ديال الزيت، كندير شي برودويات مع الزيت باش كنقي. كنجيب واحد الزيت قديم كنديرو في الريزيرفوار ديال الزيت، كنخلط معاه واحد البرودويات باش كيتنقى هذاك المحرك من الداخل، كينقي ليا المواسير ديال الزيت كله، منهم البومبا منهم والى اخره. ثاني حاجه كنقي المواسير ديال الماء وكنديبو شي الرادياتور والى اخره، كندير واحد البرودويات. اوكي، هاد السوائل كاملين درتيهم هاد البرودويات، يعني غادي نبدلهم. شنو غنبدل؟ غنبدل الزيت ديال الموتور، كنبدل الزيت ديال لاسيستي، كنبدل الليكيد ديال الفران، كنبدل الزيت ديال لابواط ديال الفيتاس سواء كانت مانيال او اوتوماتيك، كنبدل الزيت ديال ديفرنس اللي هي الكورونا، كنبدل الماء ديال الدوره ديال التبريد، كنبدل لي زانجيكتور كنحيدهم كنحطهم، كنجيب انجيكتورات جداد، كنبدل الفلتر ديال الوقود، كنبدل الديسكات ديال الفران، كنبدل لي بلاكيت ديال الفران، وكنبدل جميع المواسير اللي عندي سواء ديال التبريد او ديال الزيت، وكنبدل الترموستا، وكنبدل البوجيهات سواء ديال الديزل او ديال البنزين، وكنبدل الفلترات ديال الكابينه او ديال الغرفه ديال القياده. هاد الاشياء هادو كلهم كنبدلهم، وبعدها كنمشي كنطل على الاجزاء اللي كتكون تحت الكاروسري ديال السياره، منهم النظام ديال التعليق، منهم الكراسي ديال لابواط، الكراسي ديال المحرك. وغالبا هادو في 120 الف كيلو او 160 الف كيلو لو كنتي كتحاول على السياره ديالك ما غاديش تلقى فيهم المشكل. اجيو دابا نتعرفوا على الصيانه ديال 220 الف كيلو او الصيانه ديال 240 الف كيلو. شنو هما الاشياء اللي كنبدلهم في السياره ديالي؟ اول حاجه بحال ديما كتبدل الفيدونج، غير كتبدلو ما كتغسل لا محرك لا والو، كتبدل الماء ديال الدوره ديال التبريد كامل، كتبدل معاه الترموستا، كتبدل الكروا ديال الديستريبيسيون، ما عندكش الكروا ديال الديستريبيسيون كطل على السنسله ديال الموتور واش كتقلقب واش كتصفر واش كدير شي تحرحيل، كتبدل الليكيد ديال الفران، كتبدل البلاكيطات ما عرفتش شحال على شحال من كيلومتراج باش كتبدلهم، كتبدل الفلتر ديال الوقود سونترال، كتبدل الزيت بالفلتر ديالو كيف ما قلت لكم في الاول، كتبدل الزيت ديال الديريكسيون ما كتغسل ما حتى حاجه غير كتبدل، ولي زانجيكتور الا كان عندك فيهم المشكل غير كتنقيهم فقط. اما الاشياء اللي غادي تبدلها، اول حاجه كتبدل البومبا ديال الماء، البومبا ديال الماء اللي كتجبد الماء من الرادياتور باش كتدخل الموتور باش يتبرد. ثاني حاجه اللي كتبدلها كتمشي تشوف المونتيسورات الا كانوا كينفسوا الزيت كتبدل المونتيسورات، كتبدل هادوك الرسورات ديال المونتيسورات حتى هما كيتبدلوا، كتبدل الكراسة ديال الموتور، كتبدل الكراسة ديال لابواط اللي هما كراسة الموتور وديال لابواط اللي هما السيبورات، كتبدل جميع السيلان بلوكات اللي عندك تحت الكاروسري ديال السيارة ديالك، كتبدل الديسك ديال لومبرياج ولابيتي ديالو والبلاطو ديالو، وكتشوف لابواط واش فيها شي مشكل داخل، كتولي
كتصلحوا وكتبدل البناوات من طبيعة الحال وكتبدل الباتري ديال السيارة وكتعبر الضخ ديال المضخة ديال الوقود سواء كانت ديال ليسانس أو ديال ديزل كتعبرها بالبار المطلوب كان فيها المشكل كتبدلها كتضرب طلة على البومبة ديال الزيت كانت مزيانة كتخليها كان الضغط ديالها ناقص كتبدلها المحرك ديالك الداخل كان فيه شي مشكل مثلا عندك تهريب ديال الزيت في الجناب ديال الموتور كتبدل الجوان ديال الكيلاس كتبدل الجوان ديال الهيد ديال الموتور والى اخره. هذه هي الاخوان الصيانات الثلاث اللي كنديروها للسيارة وكنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومة بواحد الشكل كافي ووافي وتكونوا فهمتوني الميساج اللي بغيت نوصل لكم. وإلا نسيت شي حاجة الإخوان عذروني حيت السيارة ما واقفاش قدامي باش نتفكر جميع الأشياء اللي خاصهم يتبدلوا. بارطاجوا المعلومة مع الناس اللي ما عارفينش والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي إن شاء الله.